في الحلقة القادمة من أهل الديرة. معنا مدير منتخب كويتي لكرة القدم كابتن أسامة حسين، وأيضا بخالد لاعب منتخب الكويت سابقا جمال مبارك، حياك الله معنا في برنامج أهل الديرة. واحد تلقى قاعد ينطر المسلسل، أول ما يطلع المسلسل يطلع برا بالبريد يصرخ بدأ المسلسل. كلنا ندش بيوتنا مهما يكون، لازم الأهل يعني تجيبهم وتشوفهم كل وقت، يعني على غبي كل أسبوعين أسبوع تشوفهم كلهم. أول شيء بالكرة الكويتية اليوم إذا تبي تعدل بين الفرصة بأجمل قيمة والله. أي. بالسابق دوري كان أقوى من الحين، على سبيل المثال قبل الدوري ما تدري منو ياخذه، الحين صار لنا 12 سنة الدوري ونحن نحصر بين نادي القادسية ونادي الكويت. أنا حي الميت، عنبر، مقصي، ما أدري، عرفت الألعاب هذه؟ أنا أسمع فيها بس ما أعرف. لا 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 أنا نسيت أبريلا. أهل الديرة الليلة 12 بعد منتصف الليل.